رجعنا مشاهدينا ومع الفناتك ومع الشغلات الجديده. معنا اليوم الاستاذه هند الفلشاوي. سمعتوا عن سياره اكلتيكم للبيت، سمعتوا عن سياره تغسل لكم سيارات لعند البيت، لكن سمعتوا عن محل ملابس ايكم للبيت؟ هذا المشروع اسمه فاشن اون ويلز، مع ابتدت مع الاستاذه هند الفلشاوي. نبي تكلمين لنا اكثر اللبسي للبيت. يعطيك العافيه هند، واحنا سعيدين بتواجدك ونتمنى لك كل التوفيق وفكره مميزه. يعني مثل ما يقولون ما خلينا شيء ما خلينا شيء، كل شيء ابتكار وكل شيء فنادق عندنا احنا الكويتيين. فتميزتي بمشروعك من 2015 بديتي فيه تقريبا، وانت اول كويتيه سويتي هالمشروع. سويتيه بتراخيصه بكل شيء. اي عدل. شلون بديتي الخطوه الاولى؟ بديت جت على بالي الفكره لاني كنت طالبه بالجامعه، ونفس الوقت كنت اشتغل بار تايم، فما كان عندي وقت اني اتسوق. واحنا البنات نحب الفاشن، شنو ترند بالسوق. يعني مثل ما نقول فاشن تيك اواي. اي بالضبط. ولما تطلبين اونلاين دائما القطعه تجي لك غير السايز ولا الفابريك، فقلت ليش مال المحل اي ليه عندي وانا اجرب القطعه واشوفها. فجت على بالي فاشن انويز، فكره فاشن انويز. طبعا هند لقطات الحين على الهواء قاعد نشوف المحل، ما شاء الله حتى نلاحظ السياره شكلها ديزاين جديد، وترى هند مرتبكه لان اول لقاء لها على التلفزيون. مرتبكه المحل يعني الديزاين والاكسسوارات والازياء، الترتيب مالها كنا واحد داش محل. اي بالضبط، هذه هي الفكره، عشان الواحد ياخذ راحته، الكاستمر يستانس، اكسبيرينس غير، ما يكون الموضوع غريب بالنسبه له. فعشان كذي ابيها تكون كمحل بالضبط، كبوتيك. صار لك سنه تقريبا هند في المجال هذا، يعني شلون شفتي رده فعل الناس؟ هل تقبلت الشيء ولا للحين الناس تفضل تروح السوق بنفسها وتتشرب نفسها؟ لا بالعكس، في تجاوب، في قبول من الناس، خصوصا اني انا قاعد اوفر لهم طريقه اسهل، قاعد اوفر لهم شوبينج اسهل من الاونلاين، اسرع طريقه اسرع. وغير هذا في يعني تنوع بالكولكشن، انا مو قاعد اعطيهم قطعه بس كولكشن من يوكي، لا قاعد اعطيهم كولكشن جايبتها من اسيا، كولكشن مصممين كويتيين، كولكشن من لبس ويانا على الهواء انتيك. يعني مثل ما يقولون في مثل كويتي يقول عينك على حلالك دواء، فهل انت قاعد تطلعين بكل اوردر ولا في احد متخصص يطلع بالاوردر؟ لا على حسب، يعني بالايفنتات باماكن اصوتها احب انا اطلع عشان اشرح الفكره، اوضح لهم شنو البرودكت المنتجات اللي عندنا. شنو اطرف موقف صار لك دامك انت كنت تروحين وتحضرين؟ اتوقع اطرف موقف اللي انا قلت لها تروحين الشاليهات. ترى فكره حلوه من حصه تروحين الشاليهات. يعني الشاليهات بالعكس تزبط الشاحنه، يعني اللي يبي راح تجي له شاحنه، لان اليمعات تكون مثلا بعيده ساعات، مثلا الزوارات وكذي تكون بالشاليهات. فممكن يعني بدل ما الواحد يشتري تلقين العائله كلها تشتري. صح بالضبط. والاسعار اهم شيء الاسعار، صدق اسعارك تبلش من 2000 دينار؟ لا اسعاري تقريبا من 5 دنانير ل 40، ما عندي اقل من كذي. طبعا تخصصتي بالكاجوال. اي ايش معنى الكاجوال؟ ولا صعبه لان انه يصير هالموضوع بالسهره؟ لا اجرون عندي، يعني في ناس تعرض كولكشنها اللي هو ملابس سهره ما ملابس سهره، بس انا ما احب ملابس، ما احب اتخصص او ادش اتعمق بهالشيء، احب الكاجوال شيء سريع. فعشان شيء قلت الكاجوال اسهل شيء. طقم اللولو اللي شفناه تو بالسياره هذا نوع نادر يعني ولا؟ عاد لولو اصلا. لولو تذكرين مسرحيه لما قال بقمه امك؟ هذه هنا بقمه امك؟ لا يمكن اقول اكثر البضاعه قاعد تجيبينها من دوله معينه، مكان معين، ولا حريصه على التنوع؟ لا دائما احب انوع، بس عاده اتعامل مع ديزاينر معينين من كوريا، هم يجيبوا لي يعني هم السبلاير ملوتي. زين باعتقادك ان الانستغرام هو اللي قاعد يدعم هذا المشروع ولا المشروع مدعوم بحد ذاته؟ احس الايفنتات والاماكن اللي اصفط فيها هي اللي قاعد تساعدني، الناس قاعد تشوف الفكره، مو قاعد يشوفونها بس بالانستغرام شنو الكولكشن اللي عرضه، لا قاعد يشوفون شنو الايديا، يدشون يحوشهم فضول، يبي يعرفون شنو داخل التراك. فاحس الايفنتات هي اللي قاعد تجيب لي كاستمر اكثر. ممكن نشوف كذا سياره؟ الحين احنا شفنا سياره واحده. صح. ممكن تصير كذا سياره؟ اي ان شاء الله، بس نبيها تتجه للرجالي ونشوف لبس رجالي. عاد انا قبل بس لا انا قبل التارجت كانوا بس حريم، بس بعد ما جو شباب مشاريع شبابيه قاعد ياجرون عندي والت ولا برفيوم، فصار اثنين يتصلون علي، شباب يتصلون علي بنات، فالحين خليت بوث جندر. يمكن بس نقطة أحب أتذكر أن هذا النوع من المحلات اللي تكون ملمومة شوي ما تتقبل الواحد بالعين أنه يشوفها مزدحمة. فأنت حريصة أن من فترة لفترة تغيرين البضاعة. إي وغير هذا ما أحب أحط كمية كبيرة، يعني حتى اللي أجرون عندي أقول لهم أول فترة نحط 15 قطعة، انباعت القطعة تزيدين، ما انباعت القطعة لا انتم عليهم. ممتاز. وبعد خمس سنين ما تبيني اشاركك فيها؟ بالعكس انا بتدين التقديم بتروحين؟ ما تبيني اشاركك؟ اي بالعكس ترى حصه تسوي لك دعايه والانستغرام وسناب انا ادش بالتسويق والماركتينج وانت طبعا مجهودك. هنادي متخصصه في الاكاونتينج؟
فيعني الحسابات والفلوس كلها عندها. بس يمكن هند احب انوه ان انت بالانستغرام وايد ناس انا قاعده الاحظ انه يشوفون القطع بالانستغرام وبعدين يعني يطلبون السيارة إيه؟ ويطلبون المحل هذا. اي عادي، او حتى اذا ما يبون الترك اتي لعندهم عندنا دليفري في توصيل عندنا. توصلون إيه؟ يعني ممكن تطلبها من الانستغرام بس إيه؟ وتوصل لعندها بدون عدل. ما تشوف باقي البضاعة. اي عدل. عندنا بنعرف المشاكل اللي تواجهك، يعني اليوم مشروع متنقل ازياء تختص الحريم، شنو المشاكل او العقبات اللي تطيحين فيها؟ على حسب، يعني في اماكن وايد انا ودي اصفط، يعني اصفط الشاحنه فيها، مثلا جيت مول اماكن كبيره، بس يعني ما يعطوني اذن، او حتى يمكن الاجارات تكون وايد غاليه، يوم واحد اصفط فيه يقولوا لي 1000 دينار. فهذه هي المشكله، يعني مو اي مكان اقدر اصفط فيه، مو اي طريقه اقدر اصفط فيها. بس في ميزه بالموضوع ترى، انك انت الوحيده الحين بالكويت اللي عندك هذا المشروع. في احد ثاني دش بس انت يعني الاولى الرائده في هذا المجال. طبعا تحيه حق اخواتها وصديقاتها اليوم موجودين بالسياره. يعني شلون شفتي الدعم من 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 الجروب اللي حواليك؟ هل اول ما بلشتي المشروع اهل شروا كل البضاعه وحاولوا يساعدونك؟ الحمد لله، والله يعني كان في تشجيع من حيث الاهل ولا الاصدقاء، وكانوا يعطوني فيدباك، يعني اسوي كذي احسن لك، طوري من هالشيء، عدلي من هالشيء. الحمد لله. يمكن يقولون دائما صاحبه المشروع اكثر شيء صعب عليها التعامل مع الزباين، انها ما ان الزبون ما الزبون ما يعرف شنو يبي. اي بالضبط. فانت هني تشكل عائق، خصوصا انك انت بنت كويتيه، فيبون صاحبه المشروع نفسها هي اللي تكلمهم. اي بالضبط. فقاعد تصير معك هالمشكله. اي وايد انه يبونك انت. اي يبون يعرفون كل شيء، يبون يسمعون، بعدين اخر شيء تسمعين اي بسوي نفس فكرتك. طبعا هند الفلشاوي كل التحيه لك. احنا وصلنا لختام الفقره معك. معانا اليوم منو؟ عبد اللطيف الصالح. اي زميلنا الغائب الحاضر. الغائب الحاضر رد لنا، بس رد لنا بحلقه اليوم يعني مشوقه، راح نشوفها بعد الفاصل مع محمد الطاحون.